ألا يعرف هذا العدو من نحن؟ نحن أبناء ذاك الإمام الذي قال أبالموت تهددني يا ابن الطلقاء، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. حزب الله، القوة التي تخشاها إسرائيل، جيش غير نظامي لكنه يمتلك قدرات عسكرية كبيرة مدربة على أعلى المستويات. 100,000 مقاتل بتمويل إيراني يبلغ 1,000,000,000 دولار أمريكي في العام الواحد، يشرف على تدريب قوات حزب الله الحرس الثوري الإيراني. السلاح الأبرز لحزب الله هو القوة الصاروخية الضاربة، وسط تقديرات بامتلاكه 150,000 صاروخ وقذيفة. كما يمتلك الحزب صواريخ مضادة للطائرات والقذائف المضادة للسفن الحربية، إضافة إلى أنفاق بإمكانها إحداث فارق في ساحات المعارك الطارئة. إضافة إلى ذلك، فإن الحزب بحوزة ترسانته العسكرية طائرات مسيرة بمقدورها مهاجمة العدو وجمع معلومات استخباراتية. وفي عام 2006 اندلعت حرب بين الحزب وإسرائيل استمرت 34 يوما، فهل تتجدد تلك المواجهة قريبا؟ هذه إسرائيل المهزوزة في كيانها السياسي